طيب نمشي شوية بعد إرميا. إرميا جاء زي ما احنا عارفين في عاصر السبي البابلي. أيوه. يعني هو كان نبي السبي، عاصر السبي. دانيال أيضا سبي بس كان لسه ولد صغير. إرميا كان راجل كبير. عاصر العودة من السبي. نعم. يعني هو عاصر السبي وهو صغير. ولد صغير، صبي صغير، ثم الرجوع من السبي كان بقي في الوقت ده شيخ. نعم. لأن السبي كان مدته 70 سنة. لما تروح لسفر دانيال أصحاح 9 تلاقي أن دانيال يعترف بنبوة إرميا على اعتبار أنها وحي الله. يبقى إذن واضح أن النبوة، شوف مثلا يقول في أصحاح 9 من نبوة دانيال: في السنة الأولى لداريوس ابن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي. النبي. يبقى إذن إرميا تكلم في أصحاح 25 وأصحاح 27 وأصحاح 29 عن السبي البابلي وحدد مدته بسبعين سنة. الكتاب ده بتاع إرميا كان موجود بين يدي دانيال. دانيال بيقرأ فيه ففاهم، كان مقبول على اعتبار أنه وحي الله. نعم. ولأن وحي الله يبقى لازم كلام يتم، ولا ممكن يبقى كلام الله وما يتمش؟ أبدا، مش معقول. ففهم أن السبعين سنة، هو إرميا قال أن هيبقى الشعب ماس بسبعين سنة. نعم. حسبها لأنه عاصر السبي زي ما احنا قلنا. كملت السبعين. طب ما كملت السبعين يبقى لازم الله حان وقت الرجوع. حان وقت الرجوع، فصلى أصحاح 9 من نبوة دانيال. دانيال. يبقى إذن واضح أن الكتاب بينمو، ما نزلش دفعة واحدة من السماء، ما مش ابن جيله، لا، ده اتكتب على مدى 1600 سنة. نعم. من موسى إلى يوحنا الرسول. أيوه. لما نوصل للعهد الجديد احنا نفس الفكرة، يعني برضو في العهد الجديد لما كان يتكتب أي جزء من وحي الله كان يقبل. أدي مثالين لذلك. المثل الأولاني رسالة تيموثاوس الأولى أصحاح 5، بيقول في تيموثاوس الأولى 5 الرسول بولس في هذا الأصحاح بيستشهد بجزئين من كلمة الله. الجزء الأولاني في عدد 18 من تيموثاوس الأولى 5 نقرأ: لأن الكتاب يقول. برضو أنا بتعجبني كلمة الكتاب يقول، مش لأن موسى قال أو ولأن لوقا قال، مع أنه اقتبس من موسى ومن لوقا. موسى ده من 1500 سنة أو يمكن 1600 سنة، ولوقا ده كان معاه معاصر لي وكان مرافق لي في رحلاته. نعم. لأن الكتاب يقول: لا تكم فورا دارسا، تثنية 25، والفاعل مستحق أجرته، لوقا 10. فبيقتبس من تثنية 25 وبيقتبس أيضا من إنجيل لوقا أصحاح 10 وبيعتبر كل منهم الكتاب، وبيعتبر الاثنين هو الكتاب، واخد بالك؟ نعم. يعني عهد قديم وجديد، كتاب عبري وكتاب يوناني من 1500 سنة ولسه النهاردة، بس الاثنين اسمهم الكتاب. ولوقا معاصر لكن بيقتبس من كتاباته، فمش لوقا كتب وبعدين اندثرت كتاباته وبعدين جم بعد كده بكام قرن اجتمعت المجامع لا، ده من أولها، وده رسول، ولما يقول الكتاب يقول ويقتبس من لوقا مصادقة منتهية على أن ده وحي الله. نعم. نفس الفكرة اللي في بطرس الثانية أصحاح 3، رسالة بطرس برضو بيقتبس من كتابات الرسول بولس. أيوه. يبقى إذن بولس بيكتب وبطرس بيقتبس من كلام الرسول بولس، وده برضو معاصر ليه. نعم. فمثلا يقول لنا في أصحاح 3 من بطرس الثانية عدد 15: واحسبوا أنات ربنا خلاصا. يقصد أنات ربنا، ليه ربنا مطول باله؟ ليه ما قضاش على العالم الشرير؟ مع أن العالم مليان بالشرور والخطايا، ليه ربنا الصابر لغاية دلوقتي بيقول احسبوا أنات ربنا خلاصا. خلاصا. وبعدين يقول: كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل كلها متكلما
فيها عن هذه الأمور التي فيها أشياء عسرة الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب. والكتب هنا scriptures اللي هي كتب الوحي لهلاك أنفسهم، يعني اللي بيحرف معنى من معاني الكتاب المقدس لهلاك نفسه. اللي عايز أكده إن اللي قاله بولس اقتبسه الرسول بطرس. فالكتاب أول ما كان ينزل وحي من الله يعطى، كان يقبل من جموع المؤمنين باعتباره وحي. وحي الله. عزيزي المشاهد ابقى معنا لنستكمل رحلتنا مع نمو الكتاب المقدس. عزيزي المشاهد، عندنا سؤال دلوقتي بنقدمه لضيف حلقتنا الأخ يوسف. أخ يوسف، على التوازي للكتابات اللي موحى بها من الله اللي دونت في الكتاب المقدس، سامع حضرتك شرحت لنا ازاي نما الكتاب. نعم. كان هناك كتابات بشريه، يعني مثلا لوقا في افتتاحيه انجيل لوقا يسجل لنا: اذ كان كثيرون قد اخذوا بتاليف قصه في الامور المتيقنه عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمه. رايت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. يعني من هنا نفهم أنه في ناس كانوا بيكتبوا قصص. نعم. وكتابات أخرى. والسؤال: إزاي قدروا الأتقياء في كل العصور أن يميزوا ما بين ما هو موحى به من الله وما قد كتب ككتابات بشرية وإن كان موضوعها روحي أو ديني؟ طبعا شيء طبيعي إن الله لما بيرسل أنبياء ويكتبوا ورسله يكتبوا. نعم. مش معنى كده إن بقية البشر ما بتكتبش، حتى الأتقياء منهم بيكتبوا. أيوه. يعني أنا بنكتب طبعا، لكن في فرق كبير قوي إن أنا كشخص مؤمن بعرف الله، والإخوة بتعرفني، المؤمنين بيعرفوني، إني أنا بكتب، بس عمري ما قلت ان كتاباتي ليها اي وحي الهي. انا ما بدعيش ذلك الا اذا كنت هرطوقي وبيبقى باين من مظهري ومن سلوكي. نعم. من ثمارهم في مظاهر، يعني من ثمارهم تعرفونه. ايوه. الرب حذرنا من الذئاب التي تاتي في ثياب حملان. نعم. وقال لنا من ثمارهم تعرفونه. نعم. فالتقوى بتبان، وانا لما كنت تقي مش معنى كده انا مش هكتب، انا هكتب، بس وانا بكتب عمري ما هقول يا جماعة اللي أنا بكتبه ده جزء من وحي الله. نعم. لأن أنا ما خدتش أمر من الله بأني أكتب، زي يوحنا مثلا الذي ترى أكتب في كتاب. كمان الكنيسة من الجانب الآخر لما بتستلم كتاب هي بتميز، بالضبط زي ما الطفل بيميز صوت أمه. والخروف يعرف صوت راعيه. نعم. لكن لا يعرف صوت الغرباء. يعني أنا ممكن نقرأ مثلا الأناجيل التي دعيت أنها أناجيل، إنجيل الطفولة وإنجيل توما وإنجيل مش عارف مين، كل الأناجيل دي بنقراها طبعا على طول بكل بساطة وحاسية روحية بترفض. الكنيسة في العصر الأول قدرت تميز بكل بساطة، ولا سيما إن كان الرسل المزودين بسلطان من الله كانوا موجودين. أيوه. مع الكنيسة الأولى، وجي يوحنا هو آخر من كتب وجمعه كأنه في كتاب وسلم الأجيال كلها هذا الكنز العظيم كلمة الله. لكن هل بسهولة ممكن للمؤمن الحقيقي التقي أنه يميز؟ طبعا. طبعا أنك تميز بين كلمة الله وبين أقوال البشر. وهل الشخص التقي ممكن يكتب؟ طبعا ممكن يكتب، لكن عمر التقي ما هيقول انا يا جماعه يدعي. بكتب ما يدعي، الا اذا كان شخص مش تقي، شخص هرطوقي. نعم. والهرطوقي طبعا بتميزه الكنيسه بكل بساطه. فالكنيسه الاولى ما كانش عندها اطلاقا اي يعني لخبطه في المسائل دي اطلاقا، لكن بكل سهوله ويسر استلمت الكتاب، عرفت ما هو اللي من الله وقدرت تميزه بالضبط زي الطفل بيميز. نعم. الله مديله ملكة للتمييز بيميز بسرعة. ده في الأمور المادية بيقدر يميز نوع اللبن الذي يتناوله، بيرفض غيره، بيقدر يميز صوت أمه بعد فترة صغيرة، بيقدر يميز أبوه
مين اللي اداله الملكة دي؟ ملكة من الله. طب ده في المجال الطبيعي، هل في المجال الروحي الله بيدي هذا الأمر؟ طبعا بيدي، لما يقول نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. فإحنا عندنا روح الله عشان نميز. والأتقياء بيكتبوا زي ما لؤى بيقول كثيرون أخذوا بتأليف قصة، ما يمنعش أبدا. أي موضوع حلو بنكتب فيه، لكن ما حدش منهم قال أنا اللي بكتبه كلمة الله، لكن أنا بألف، أنا بسجل مذكرات، دي حاجة مقبولة ومعروفة ومفهومة. يعني ما حدش إذا أنا ربنا ما ادانيش وحي مش هكتب، لا أنا عمال ألف، بس أنا عمري ما خدت وحي من الله، لكن بألف حاجات حلوة بحب أكتب عنها، أحب أقرأ عنها، أحب أتكلم فيها، لكن بكتب وليس هذا وحي الله. فالكنيسة ما كانتش عندها مشكلة إطلاقا، ولا سيما أن الرسل كانوا موجودين، ولا سيما الرسول يوحنا الذي هو آخر من كتب وسلم الكتاب للأجيال علشان يبقى ذخر، ما فيش أعظم منه ذخر. إحنا معنا الكتاب المقدس، إحنا استلمناه. نعم، بيقول يهوذا تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة، المسلم مرة للقديسين، وكلمة مرة يعني مرة وإلى الأبد. ما فيش إضافة تانية على هذا. الإيمان الأقدس المسلم مرة للقديسين. يعني الكنيسة كمان استلمت العهد القديم من اليهود بالضبط، وقبلوه كما هو بالضبط، لأن دول اللي ائتمنوا على أقوال الله في العهد القديم، وأضيف إليه كتابات العهد الجديد بالضبط. وهم نفس الرسل والمؤمنين الأوائل كانوا أصلا يهود، عندهم التوراة حفظنها، يعني بولس كان معلم في الشريعة اليهودية. فكان راجل ضليع ومعلم حافظها، وكان يقبلها، لأنه لما كان بيدخل المجامع كان بيوعظ من التوراة مما في الكتب. وأكتر من كده في رسالة العبرانيين شرح كيف ينطبق أقوال، أو كيف تنطبق أقوال العهد القديم على الاختبار المسيحي. في الحقيقة هو الكتاب المقدس معجزة أعطي لنا، وإحنا علينا إن إحنا ما نحرمش نفسنا من هذا الكنز العظيم. طيب قبل ما أسيب النقطة دي في عجالة، لأن وقت البرنامج قرب ينتهي، عايز أسأل، افرض حد جانا النهاردة بعد ما الكتاب كمل وقال أنا عندي كلام من الله ليكم، ماذا يقول الكتاب في هذا الخصوص؟ لا، الكتاب بيعلمنا زي ما أشرت من شوية إيمان مسلم مرة، وأن المسيح هو الكلمة الأخيرة، الإعلان الكامل، مش كده؟ الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فلما يجي الابن المتكلم هننتظر مين تاني يجي يقول إيه؟ فحكى عندنا كلمة الله المتجسد، عندنا كلمة الله المسجلة في الوحي. عزيزي المشاهد، بيقول الكتاب انه مبنيين على اساس الرسل والانبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. وانا من كل قلبي بدعوك ان تقرأ كتاب الله لتتقابل فيه شخصيا مع ما اعلنه الله عن ذاته. نلتقي في حلقة قادمة والرب معك.